تبدو النجوم في السماء أكثر وضوحاً وضياء، وعندها تهدهد الأحلام قلب البائس المحروم بالآمال المشرقة. أجلس وحيدة في غرفتي، تحف بي الخواطر السوداء من كل صوب وحدب. ما هي جريمتي لديك؟ لأني أحبك ولا أستطيع الحياة بدونك. وأي شفقة عجيبة تلك التي لا تجعلك لا تجرؤ على قطع هذه العلاقة وتحطيم هذا القلب التعيس الذي لم تعد تشعر نحوه إلا بالعطف والرثاء. إن الحياة قاسية بطبيعتها، فلا تزدها قسوة ببعدك، واعلم أن القلب الذي وهبتك إياه ليس بضاعة يقدر أن يستردها الإنسان متى يشاء. فالقلوب الإنسانية خلقت للرحمة، للمحبة وللحياة، ولم تخلق للعبث واللهو والتسلية. المحبة الحقيقية عطاء لا ينخضع إلى ما ينصف به الطرف الآخر من ميزان حسنة أو غير حسنة. فقديما قيل: الحب شيء به الروح تكلف غدا. فأنا بانتظارك.